ولد الشيخ ناصر بن زايد بن سلطان آل نهيان في عام 1967، هو الابن العاشر لرئيس دولة الإمارات السابق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كان يعمل في الشرطة برتبة مقدم قبل وفاته، وهو عضو شرف في نادي العين الإماراتي، أحد أبرز أندية الدرجة الأولى في دولة الإمارات. له إسهامات رياضية كثيرة، أبرزها تقديم جائزة بمبلغ 1,000,000 درهم للاعب الإماراتي إسماعيل مطر، نظير تسجيله هدف الفوز في دورة خليجي 18 لكرة القدم. والدته هي آمنة بن صالح بن بدوى الدرمكي، وله أخ شقيق هو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان. لديه ابن وحيد هو الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان. توفي في حادث تحطم مروحية فوق مياه الخليج العربي ليلة الثلاثاء 28 من جمادى الأولى عام 1429 للهجرة، الموافق 3 يونيو عام 2008، مع زملاء له، ودفن في مقبرة الأبطين في اليوم التالي. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.